دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن النوع التاني من انواع الاوبريتورز، هو اسمه الريليشنال اوبريتور، ومن اسمه كده بنقيس علاقة الاوبرند على اليمين بالاوبرند على الشمال، والعلاقة دي قد تكون تساوي عدم تساوي، اكبر من اقل من، اكبر من او يساوي اقل من او يساوي. وطبعا من طبيعة الحال واحنا شايفين كده، او احنا لسه بنستكشف ايه هي الريليشنال اوبريتور، شايفين ان الناتج بتاعها هيكون عبارة عن حاجة بوليان، لان الناتج هيكون يا اما يا اما لا، يا اما ترو يا اما فولس، يا اما اكبر يا اما مش اكبر، صح كده؟ فتعالوا ناخد مثال. لو انا بقول كده معايا مثلا بوليان ريزلت بيساوي، واقول له مثلا قبل لما يكون معايا بوليان ريزلت، خلينا نقول ان عندنا فاريبل انت اكس بيساوي 10 مثلا، فبقول له هنا ايه الريزلت بتساوي، نشوف هل الاكس ايكوال ايكوال 10، ده معناه ايه من غير قوسين؟ طبعا مش لازم ان انا احط قوسين، مش بالنسبه لنا مفيش اي مشاكل يعني، بس يفضل ان انا احط قوسين. ده معنى ايه؟ معناه ان انا بسال سؤال كده، هل الاكس الفاريبل اللي اسمه اكس ده يساوي 10؟ ايكوال ايكوال دي معناها يساوي، بسال عن التساوي، هل اللي في اليمين يساوي اللي في الشمال؟ طبعا ما ينفعش احط مسافات. والفرق بين الايكوال ايكوال والايكوال العاديه، الاثنين ايكوال دي بتسال عن التساوي، لما الايكوال، اما الايكوال العاديه دي اللي هي السنجل ايكوال دي معناها الساين، يعني بجيب اللي في اليمين بروح اخزنه في اللي في الشمال، تمام كده؟ طيب ده كده لما الاكس فعلا قيمتها ب10 وانا بسال هل الاكس تساوي 10، فالناتج بتاع الكلام ده كله ترو، فريزلت هيكون متخزن فيها ترو، فلما اقول له كده اطبع لي الريزلت هيروح طابق لي ايه ترو. طيب عندنا النوت ايكوال طبعا هيطبع لي فولس، ان انا بسال دلوقتي هل الاكس ما بتساويش 10؟ لا غلط، ده الاكس بتساوي 10. طيب هل الاكس اكبر من 10؟ طبعا هيديني ترو، هيديني فولس قصدي، لو قلت له اكبر من او يساوي فهيديني ترو لانها مش اكبر من بس تساوي. عندنا برضو اقل من طبعا هيديني فولس، طب لو قلت له اقل من او يساوي برضو هيديني ترو. نلاحظ بس ان احنا برضو زي ما عملنا في الايكوال ايكوال والنوت ايكوال ما ينفعش يكون هنا مسافات، لا هما بيكونوا لازقين في بعض. كمان الترتيب ما بتتعملش كده، لا بنقول اكبر من او يساوي او اقل من او يساوي، فالاكبر من او الاقل من بتكون موجوده قبل علامه اليساوي، تمام كده؟ شايفين هو مديني هنا الايرو ليه؟ لان انا بقول له اكس بتساوي 10، طبعا ده غلط، انا بقول انا بسال عن التساوي فبقول له ايه لازم اقول له كده ايه 2 اكس 2 ايكوال، تبقى ايه ايكوال ايكوال اكس ايكوال ايكوال 10، كده انا بسال عن التساوي. اللي احنا متكلمين عنهم دلوقتي اسمهم ايه؟ اسمهم ريليشنال اوبريتور، بيسالوا عن العلاقه ما بين الاوبراند على اليمين بالاوبراند اللي على الشمال، تمام كده؟ تعال نشوف السلايدز. قال لك الريليشنال اوبريتور عندك الايكوال تو، النوت ايكوال، الجريتر ذان، ليس ذان، والجريتر ذان اور ايكوال، والليس ذان اور ايكوال. وادي المثال اهو، معانا نمبر 1 ب5 والنمبر 2 ب6. سيبوكم من المثال يعني، ما نشغلش بالنا بيه لحد يعني ما نشرح يعني ايه الاف والالس اللي مكتوبه قدامنا دي، لكن بالمعنى يعني احنا برضو بنفهم. بيقول لي اف لو كانت النمبر 1 اكبر من النمبر 2 هتروح تطبع لي كذا، الس هتروح تطبع لي كذا، معنى الكلام يعني لو كانت الخمسة اكبر من الستة هتطبع نمبر 1 از جريتر ذان نمبر 2، لو لا يعني لو مش نمبر 1 اكبر من نمبر 2 هتروح تطبع لي الجملة التانية. طيب عندنا حاجة كمان بقى اسمها اللوجيكال اوبريتور، عندنا حاجة اسمها الاساينمنت اوبريتور. الاساينمنت اوبريتور اهي هي عبارة عن علامة اليساوي، وعندنا علامة اسمها بلس ايكوال ماينس ايكوال ريميندر ايكوال او مودلس ايكوال والمالتيبليكيشن ايكوال والديفيجن ايكوال. طيب دول بيعملوا ايه؟ تعالوا كده لو انا معايا هنا مثلا فاريبل اسمه اكس قيمته 5، ممكن اقول له خلي لي الاكس بتساوي اكس زائد 10، ده معنى ايه؟ معناها هتمسك العشرة، هتمسك الاكس اللي هي الخمسة تزود عليها 10 هتبقى 15، هتروح تخزن لي الناتج فين؟ في الاكس. يبقى دلوقتي الاكس قيمتها اتغيرت، بقت بكام؟ بقت ب 15. انا ممكن اعبر عن الموضوع ده بقوله كده اكس بلس ايكوال 10، ده معناها ايه؟ روح زود لي قيمة الاكس 10، يعني زود عليها 10، تمام؟ بنفس الاسلوب ممكن اقول له ايه اكس ماينس ايكوال 15، يعني نقص لي من قيمة الاكس 15، ممكن اقول له اكس برودكت ايكوال 5، اضرب لي قيمة الاكس في 5 وخزن لي الناتج في الاكس. ممكن اقول له كده اكس ديفيجن ايكوال 2، يعني روح اضرب اسم لي قيمه الاكس على الاثنين والناتج هتروح تخزنه في الاكس برضو. يبقى انا دلوقتي بعمل ايه؟ باثر على الفاريبل اللي اسمه اكس بتغيير معين، التغيير قد يكون بالجمع او بالطرح او بالضرب او بالاسم او حتى بالمودلس،
والناتج هتروح تخزنه في نفس الفاريبل برضه. ليه؟ لان هو واخد الشكل ده بس باسلوب ابسط من كده. ليه؟ لان انا بعمل عمليه حسابيه وبعدين اروح اخزن الناتج في نفس الفاريبل، فالشكل ده بيبسط لي الكود بدل ما اقعد اكتب كود طويل او سطر طويل زي الشكل ده. لا، هو ده بشكل بسيط انا باثر على الاكس بزياده او باثر عليها بالنقصان بمقدار كذا بمقدار كذا، وبنفس الاسلوب واحنا ماشيين على كده الموضوع هيكون بسيط يعني ان شاء الله. ادي مثال، ما فيش امثله عليه. لا، في مثال اهو معانا ال a بتساوي 10 وال b بتساوي 20. بيقول لك ايه؟ ال a بلس ايكوال 4، يعني زود لي على ال a 4 هتبقى كام؟ 14. وال b ماينس ايكوال 4 نقص منها 4 هتبقى 16. لما يطبع ال a ويطبع ال b فالمفروض الناتج هيبقى كام؟ زي ما احنا لسه قايلين هيبقى 14 وهيبقى 16.